معكم صهيب. حنا من ليفوندور ديال التمور هنايا في مدينه سالا، تنخدموا على التمور ديال البلاد ديالنا المجهول بجميع الدرجات ديالو، تمور طبيعيه في شركه اونكل عاشور. تنخدموا على التمور المستورده العراقيه التونسيه الجزائريه، شي حاجه ديال السكري ديال جنات النخيل. ومن اجود التمور اللي كاينه دابا كاينه السكري، عندنا التمور ديال البلاد المجهول، كاين الجزائري شي حاجه ممتازه داخله، كاينه التونسيه ستوندار شي حاجه مليحه، والحمد لله كاين الاقبال على التمر. لا، التمور المحليه فيها جوده كبيره، عليها اقبال، لكن ما تكفيش الانتاج الوطني، كاين سلعه داخله مستورده في التمر ديال المجهول نيت، شي حاجه ديال البلاد. التمر ديال البلاد كاين فيه غير المجهول هاد الساعه. واخا كتعطي الاصناف انواع اللي كاينين كل حاجه والثمن ديالها. بالنسبه للتمر ديال المجهول تيبدا من 35 درهم، كاينه سلعه داخله دابا جديده ديال التمور تتبدا من 35 درهم ديال المجهول، تتوصل حتى ل 120 درهم 130 درهم 150 درهم، هذا هو التمر ديال المجهول. بالنسبه للتمر ديال السكري تيتباع بالجمله 29 ونص 28 ونص، وبالنسبه للجزائريه واصله حتى ل 35 دابا، شي حاجه مليحه ما شاء الله. واش كاين شي اقبال مقارنه مع السنوات اللي مضت؟ الاقبال كاين هذا العام، هذا اقبال كبير، رغم كما تنشوفوا شويه الاسعار طالعه وكذا، لكن الحمد لله كاين الاقبال على التمور، الناس كتقضى الحمد لله، الله يسر على الجميع ان شاء الله. شنو هو الراي العام في مركبة التمور فيما يخص التمور الجزائري؟ زعما نهضري تتكلم. بالنسبه لكتنوير الراي العام، التمور الجزائريه من افضل انواع التمور اللي كاينه. حنا تنشوفوا دابا تنقارنوا التمور الجزائريه مع 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 التمور التونسيه مع العراقيه، من اجود التمور اللي كاينه هي التمور الجزائريه، تدخل تبارك الله صفراء مازال جديده داخله بالعرش ديالها. اما ما يقال بعض الصحف وكذا على انها فيها مبيدات فيها كذا، الوزاره والناطق الرسمي باسم الحكومه راه قال شنو كاين، انها تدوز طبقا للتصريح الطبي وكذا، والامور مضبوطه يعني ما كاينش شي اشكال فيها. تنتقدى كل عام من هنايا، عندهم داك الشيء مزيان وعندهم الجوده، ثمن مناسب، ايوا كل واحد ياخذ على قد جيبه وصافي. شنو انواع التمور تشري؟ هو كل تمر تناخذ ديال السعوديه، تناخذ هذاك السكري ايوا تنخلط كل التمر والجوده ديالو. اثمنه الحاج كي داير العام القاسم العام؟ وشويه طالع شويه الاثمنه. تناخذ دابا ديال 70 درهم الكيلو. ها؟ عام الاول كانت 60 درهم. بحال زايده ديك 10 دراهم الفرق، على ماشي 10 دراهم الفرق على كله والتمر ديالو. السلام عليكم، بائع تمور متجول. بالنسبه للاثمنه ديال التمور هذه السنه، اثمنه جد مناسبه وفي متناول الجميع مقارنه مع السنوات الماضيه. اثمنه هذا العام جد مناسبه. بالنسبه التمر. من بين اغلب الانواع اللي كتستهلك في رمضان هي التمر السكري والتمر الجزائري والتونسي وبالاضافه للمجهول المغربي. اقبال هذا العام في المتوسط، ما كاينش شي اقبال نيت، ولكن الحمد لله بعد ارتفاع الاسعار ما كاينش بالنسبه للتمور. وبالنسبه لما يروج حديث ساعه عن التمر الجزائري بانه مسموم او كذا او فيه ما شابه من هذه الامثله، هذه ما يعني هذه هضره لا صحه لها. من شفت التمر الجزائري؟ التمر الجزائري من بين احسن التمور اللي كيستهلك المواطن المغربي، ويعني يكون كان فيه شي ضرر ولا شي حاجه ما غاديش يدخل من الجمارك من الاول، لان تعرض للتحاليل من طرف المكتب الصحي للسلامه الصحيه، ويعني مرخص من الدوله عاطينه اعفاء وعاطينه باش يدخل المغرب، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي يكون فيها ضرر للمواطن او المستهلك بصفه عامه. بالنسبه للتمور المحليه عندنا على راسهم المجهول، فما تبقى من التمور داكشي قليل بزاف صراحه، ما المنتوج المحلي ما يعني ما عندناش بوفره اللي غادي يتم يعني اللي غيتم البيع ديالو والعرض في السوق، داكشي قليل بزاف صراحه. بالنسبه للاثمنه بالمقارنه مع السنوات الماضيه، العام واش طالع ولا؟ بالنسبه للاثمنه مقارنه مع السنوات الماضيه، اثمنه جد مناسبه، يعني الفرق ديال 5 دراهم 10 دراهم في الكيلو، اثمنه جد مناسبه للمستهلك. بسم الله الرحمن الرحيم، من هذا المنبر تبغي نقول لجميع المغاربه رمضان مبارك سعيد وطول العمر ان شاء الله،
كما يقول المغاربه شجعوا المنتوج المحلي. الثمار ديال المغرب راه هو الاول، راه كاين منتوج اللي هو مليح ومزيان هذا العام، كلشي موجود، خير موجود، الثمن مناسب ماشي بحال العام اللي فات. وشنو انواع التمور اللي موجود هذا العام؟ وكاين التمر ديال العرش، وكاين ستوندار، كاين داك السكري، الامور غادا مزيان هذا العام الحمد لله. كل نوع الثمن ديالو شحال؟ مازال دابا هذا جاي نتقدا هنا، السمانه اللي فاتت كندير بحال ديال ستوندار كندير شي 23 24 وبالنسبة للحاجة مزيانة ديال العرش هو داير وصل 30 درهم 31 درهم، والسكري داير شي بين تا هو 33 34 مزيانة. يومين رمضان ولا نهار كيفاش داير؟ هذا العام شوية الإقبال قليل شوية، راك عارف الناس مع كاين الغلا واحد شوية بالنسبة للمواد الأخرى. التمر هذا العام مزيان ولكن المواد الأخرى الناس تحفظ عليها شوية. البلاد حاجة لا الثمن زوين والجودة مزيانة ديال البلاد، بالأخص بالنسبة للمجهول وداك الشيء عندهم التمر زوين، وديال البلاد ديما راه هو الأول. المواطنين والمواطنين يتجهوا ديال البلاد باش يعاونوا الانتاج المحلي ديال البلاد وداكشي اللهم ديال البلاد. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.